انا الوالده ديالي مسكينه هي اللي خدامه عليا، كتجيني على الاقل شي 6000 ريال في السيمانه، وانا الوالده اللي كتخدم عليا، انا عندي الدياليز ما كنقدرش. انا راه ما بغايش نبان في هذا لا فيديو هذا، ولكن اقدار حكمت عليا باش نبان وتقهرت بزاف. اللي دوزو قصا عاش اسباب صعيبه بزاف، 8 سنين ديال المرض ديال الدياليز، ومازال الدياليز طول الابد. كيعيا وما يتعاونوا معايا ولا الدوار، وكيقول لك كيعيا اللي كيعطي وما كيعياش اللي كيشد. عملية ب 25 مليون عندي متبرع، والعمليه كدير 25 مليون. ما كرهتش انا اللي تساعد معايا في العمليه ولا اللي تساعد معايا عف الدواء وهذا، ونصبر والحمد لله. السلام عليكم الاخوان المسلمين والمحسنين، انا كنشدكم في سبيل الله اللي بغى يدير هذا الخير. انا كنعاني من المرض دياليز اللي هو فشل كلوي، الله ينجيكم منه، اللي هو مرض صعيب بزاف ومكلف بزاف. انا الوالده ديالي مسكينه هي اللي خدامه عليا، وعندها 60 سنه دابا، ما بقاوش كيقبلوها في الخدمه حيت وصلت 60 سنه، وهي اللي كتخدم عليا، كتعاونني في الدواء وفي التحاليل في المصاريف، كل شيء غالي. وكنطلب منكم تساعدوني في هذا الشيء، راه تقهرنا بزاف، ما بقيتش نقدر، راه ما كاينه لا امبيلونس لا والو، كنمشيو عف الطاكسيات، وانتم عارفين بحكم كورونا دابا الطاكسيات ولاو غاليين بزاف، مديرين على النص، وكتجيني على الاقل بين الدواء وهذا شي 6000 ريال في السيمانه، كتجيني على الاقل شي 6000 ريال في السيمانه. وانا الوالده اللي كتخدم عليا، انا عندي الدياليز ما كنقدرش نخدم، كنخرج نبيع نشري ونصور 600 هذا و 6000 ريال في السيمانه بزاف. ما كنقدرش انا، راه ما بغايش نبان في هذا لا فيديو هذا، ولكن اقدار حكمت عليا باش نبان وتقهرت بزاف. كنطلب منكم المحسنين تعاونوني في سبيل الله ولوجه الله، انسان يستحق المعاونه، كيستحق ديروا فيه الخير في سبيل الله، حيت المرض هو اللي وصلني لهذه الحاله. انا ما كرهتش انا كون كنت بصحتي وكون ما كون خدام على راسي، ووصلت للسيزيام وخرجت من الدراسه بسبب انني مرضت بهذا الدياليز هذا. وكنطلب منكم المحسنين تعاونوا مع اخوكم اللي دوز وقاصات 8 سنين ديال اللي دوز وقاصا عاش اسباب صعيبه بزاف، 8 سنين ديال المرض ديال الدياليز، ومازال الدياليز طول الابد. وما كيبغيوش الدوله، ما كتبغيش تعاونك، حتى امبيلونس ما كيعطيوها لكش، كنمشي في طاكسي وكنمشي للدياليز، وملي كتدوز دياليز وتسالي خصك تمشي للطاكسي المحط. كتدوز الدياليز هذا فين بلاصه؟ كندوزو في سوق الاربع. سوق الاربع؟ اه كندوزو في سوق الاربع، ولكن ما كاين لا ترونسبور لا والو، كتمشي في طاكسي، والثمن طاكسي بزاف، والدواء وكتجيني شي 6000 ريال في السيمانه، وعاد زيد عليهم التحاليل، عاد زيد عليهم تحاليل من ثلث شهور ثلث شهور كديرهم، كاينه بعد حتى تحليله كدير 60000 ريال. كيعيا وما يتعاونوا معايا ولا الدوار، وكيقول لك كيعيا اللي كيعطي وما كيعياش اللي كيشد. والله يرحم لكم الوالدين، ديروا خير في سبيل الله، وكنستحق المعاونه. هاد الدليل عندي انا، هاي يدي ها هي، ها في كيبيكيوني هنايا، ها المكانه، انا عندي الوراق سيرتيفيكا ميديكال ديالي، وعندي التحاليل ديالي ها هما هنايا، نجبدهم ليكم الا بغيتو. اللي بغى يعاون خير في سبيل الله، ها هما الوراق، ها سيرتيفيكا ميديكال هي الاولى، محمد القرشي، ها سيرتيفيكا ميديكال. المهم الوراق ديالي كاملا، وها كل شيء عيبان لكم عمن يدي، ها يدي كتبان لكم، ها هي البيكاج والمكانه. انا كندير دياليز، انا كنعمل جوج حصات في السيمانه، وصعيب عليا الحال 6000 ريال في السيمانه هذه، عاديه للدواء وديال التنقل. الله يرحم لكم الوالدين، اللي بغى يدير شي خير وفي سبيل الله، ولا يضيع الله اجر المحسنين. وقلت لك ليا عندك شي عمليه ياك؟ عندي عمليه ب 25 مليون عندي متبرع، والعمليه كدير 25 مليون. ما كرهتش انا اللي تساعد معايا في العمليه ولا اللي تساعد معايا عف الدواء وهذا، ونصبر والحمد لله على كل حال، وجزاكم الله عنا خيرا، والله يرحم الوالدين المحسنين والاخوان جميعا. الرقم ديالك؟ الرقم ديالي 06 00 02 47 91. نعاود 06 00 47
91. والله يرحم الوالدين المحسنين والخويا يوسف الله يسهل عليه. ما تنساوش تابوناو معنا.